قرب نتكلم، احنا مش بنتكلم عن النقطه دي، بس انا بتكلم في نقطه كابتن تامر قالها، انا بس يعني معترض عليها. لا، غيابات النادي الاهلي مؤثره بشكل كبير اكتر من غيابات النادي الزمالك. لو جينا نتكلم، طب ما تيجي نحط الغيابات قدام حلوة. بعض. انا اقول لك مثلا محمد الشناوي، قول لي ايه ابرز الغيابات المؤثره جدا في الاهلي النهارده؟ مروان عطيه مؤثر بشكل كبير، بتتكلم على بيرسيتاو، حسين الشحات ده مثلث الهجوم اللي هو الراجل القوام الاساسي الموجود عند كولر. بتتكلم على خط الدفاع، ياسر ابراهيم بقى له فتره. لا، وإمام، امام عاشور طبعا. انا طبعا اعتقد الاكثر تاثيرا غياب امام عاشور، ومروان وبيرسيتاو. بيرسيتاو مؤخرا ما كانش في احسن حالاته فنيا. بص يا هاني، حتى لو مش احسن حالاتي، انا لعيب، احسن لعيب جوه القاره من الكاف الموجوده. فانا راجل عندي الملكه اللي انا اقدر بعلي ريتم واطر، يعني هو راجل عنده الملكات دي كلها. تاني حاجه، احنا بنتكلم، لو جيت اقول لك الخطوره بتاعت النادي الاهلي بانت امتى الشوط الثاني؟ النادي الزمالك كان متفائل الشوط الاولاني. الشوط الثاني امتى؟ لما حد عنده مصحاب المهاره ابتدى يروح واحد على واحد، زي رضا سليم. لما رضا سليم نزل الكورتين ثلاثه اللي اشتغل فيهم، النادي الاهلي جاب هدف. دي كانت ناقصه الشوط الاولاني من النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فعشان كده بقول لك غيابات النادي الاهلي مؤثره بشكل كبير. طب بس انت لو بصيت على اللي عوضوا الغيابات المؤثره بتاعت الاهلي دي، هتلاقي دوليين كلهم. يعني مصطفى شوبير حارس دولي بيعوض الشناوي الدولي. طبعا اكيد. علي معلول، علي معلول كده كده، محمد عبد المنعم مدافع دولي، رامي ربيعه مدافع دولي، محمد هاني ظهير ايمن دولي، كوكا لاعب خط وسط اولمبي واول دولي، قفشه لاعب خط وسط دولي، كريم نيدفيد بيعوض طبعا الغيابات مفهوم يعني، لكن عمر كمال عبد الواحد لاعب دولي، واللي نزل مكان كريم نيدفيد السوليه بخبراته، واللي نزل مكان مودست. انت لومت كولر على البدايه، لكن بتتكلم على ان الاهلي عنده بدل الاساسي التقيل بديل تقيل. حلو قوي. انا جاي اقول لك على النادي الاهلي عنده سكواد جامد جدا، قوي جدا، بس انت بتتكلم المدير الفني هو اللي بيبقى عنده مشكله شويه. جينا نتكلم مثلا، انا لو راجل مدير فني ما ينفعش ابتدي بنيدفيد حتى بقاله فتره ما بيلعبش وانزله النهارده، ما ينفعش. عمرو السوليه بقاله فتره ماشي معاك بشكل كويس ورجع تاني ووصل للتوب فورم بشكل كويس، حتى اخر لقاءات هو اللي مفنش معاك. لازم النهارده اشتغل عليه، على عمرو سليم حتى كمان عنده الخبرات يعني في الماتش. انا حتى نيدفيد بعيد جدا. تاني حاجه النهارده انا مش فاهم كولر، انت عندك باكين بتلعبهم قدام بعض، يعني انا بلعب محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد. كان ايه الفكره؟ الفكره اللي هو عايز يقفل مثلا على فتوح، انت فاهم ازاي؟ وفتوح اصلا العنصر الهجومي، الراجل يعني مثلا جيت كان المدير الفني بتاع الزمالك زكي شويه، اللي هو مثبت فتوح وحاطط اللي في نص الملعب ناس اصحاب الحلول عندهم كور. بتتكلم مع ناصر ماعن، احمد حمدي، بيقدروا يرفعوا الكوره بشكل كويس. انت فاهم ازاي؟ ايه قصه غيابات الزمالك المؤثره؟ غيابات الزمالك عنده كم كبير من الغيابات،